ما ينفعش نتكلم على مستر اكس من غير ما يكون معانا النجمة المتميزة المختلفة اللي انا بحب تمثيلها وبحب ادوارها، وبحس ان هي بتعمل كل ادوارها بعناية مش ممكنة. النجمة الجميلة رحاب الجمل، مبسوطة جدا ان انت معايا هنا في كلاكات ومنوراني، والف الف الف مبروك على الفيلم. الله يبارك فيكي، ميرسي لينا على المقدمة الجميلة دي، ويا رب يا رب كده تعبنا وحبنا للفيلم يكون وصل للجمهور وصلك وصل لكل اللي شافوا الفيلم. بصي انا لسه كان معايا مداخله مع فهمي، ف انا من عشاق تمثيلك، يعني بحبك وبحب تمثيلك قوي، وبحس ان انت عندك طريقه في الكوميديا كده اللي هو مش بتفرضي الضحك، لا انا متقمصه الدور لدرجه ان انتوا هتضحكوا عشان انا متقمصه الدور. نفسي اقول لك فهمي قاعد يتكلم عليكي قد ايه ان هو بيحب جدا الشغل معاكي، وقد ايه انت من الناس اللي عندها كوميديا مختلفه. ف لازم اسالك عن ردود الافعال بقى اللي جات على الفيلم عامه، مش بس من زملائك في الوسط، لا الناس بقى. بصي انا فرحانه جدا لما بدخل على السوشيال ميديا عموما لاقيه ردود افعال مبهره وحلوه جدا، والناس مبسوطه قوي بالفيلم، وفي كم يعني حاجه اتقالت كده على الفيلم انه فيلم صيفي وانه فيلم شبابي والضحك كتير، وان الـ 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 الفيلم طلع احلى كمان ما توقعوا. يعني كل ده بيفرحني، لان عايزه اقول لك ان كل القائمين على الفيلم مجهود رهيب، واحنا شغالين قبل ما نشتغل بقى يعني في سنه سنه وحته كده. احمد فهمي والمخرج الجميل احمد عبد الوهاب وامجد الشرقاوي شغالين على الموضوع، وكل ما اضحك لما اقرا الورق يقولوا لي لسه لسه لسه، وفعلا بجد والله العظيم اكلمهم بضحك، بقول لهم وانا بقرا بضحك، حلو بقى يلا ندخل نشتغل يا جماعه. كنت متحمسه جدا جدا جدا، فرحانه جدا لان دي تاني تجربه ليا مع النجم المهذب الانسان الفنان الانسان احمد فهمي. مش عارفه اقول ايه اصلا، انا لما باجي اتكلم عن احمد فهمي حتى على المستوى الشخصي مع اصحابي والناس القريبين مني لساني بيعجز عن انه يوفي حقه. بجد من اجمل الناس اللي انا اشتغلت معاهم، اخلاقيا وفنيا بيحبنا كلنا، بيحب كل زمايله، قلبه على يعني تفاصيل التفاصيل، على شغل زمايله مش على شغله هو لوحده، مهتم بكل حاجة، بيحبنا كلنا، فرحان بينا. لو حد عنده إضافة أو خيال بيبقى فرحان جدا وبيفتح الشغل، عارفة في حاجة كده سبحان الله مريحة أنا بقى شفتها في الفيلم وصلت للناس. لسه هقولك ده بقى اللي وصل للناس، يعني أنا كمتفرج وأنا قاعدة بتفرج على الفيلم حاسة قد إيه إن أنتوا مش فكرة بتمثلوا، الكيمياء بتاعتكم والكيمستري زي ما بنقول واصلة قوي للمشاهد، ان انا مش حاسة ان انتوا لا هو ده مش تمثيل، هو ده مش اكنكوا فعلا ده في الحقيقة. وهو ده حقيقي، ضحك كان في الكواليس ما يعني ما بيقفش، بنضحك من قلبنا، بنحب بعض بجد، يعني متشاركين في كل حاجة، في البروفات، في كل الاقتراحات، في الأكل، يعني بصي كل تفصيلة ثقي انها بتبان على الشاشه، كل الضحك اللي انت شايفاه في الفيلم الروح الحلوه دي كانت موجوده بينا ولا زالت. عايزه اقول لك من الاعمال القليله جدا جدا اللي انا اشتغلت فيها اللي ببقى بخلصها وهعيط والله، يمكن متضايقه ابدو للناس مبالغه، لا احنا كلنا كنا متضايقين، اخر يوم بقول لهم لا مش عايزه اخلص. يوم عرض الفيلم العرض الخاص للفيلم كنت فرحانه جدا عشان هشوفهم كلهم، كان يوم بالنسبة لي يوم مبهج عشان هشوف نفس الـ يعني الناس، عشان مش عايز أقول فنانين وبس، وقف الموضوع مش فن وبس، فن وإنسانية. صح، وعايزة أقول لك بقى ما ننساش بقى هنا زاهد، بجد أقسم بالله لسه كنت بجد هسألك عليها. دي بونبوني، دي بونبوني، دي الفراشة دمها سكر ورقيقة جدا، وتغننه كده بونبوناية، أنا بقول عليها دي البونبوناية، حتة الشوكولاتة بتاعت الفيلم، هي ليها طلة كده. سبحان الله هم ليهم كيمياء مع بعض، يعني ربنا يبارك لهم، يا انا رب. بحبهم الاثنين قوي. فرحانه جدا 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 ان انا قررت التجربه مع احمد فهمي، وفرحانه اكتر ان دي اول تجربه ليا مع يعني القمر هنا زاهد. انا اشتغلت قبل كده في مسلسل اتنين في الصندوق مع اسس يا جماعه بتاع مقالب، والله العظيم لسه ايه القصه، كل حد فيكم بيطلع لازم يحكي حاجات على اسس، واضح ان لازم ان الحلقه الجايه اسس لازم هيكون معايا، لان انا عايزه افهم ايه بقى القصه. لا ما بيبطلش مقالب،
الكواليس كلها مقالب قصقص طول الوقت، بيضحكنا بالمقالب اللي بيعملها بجد، ما حدش نجا منه من مقالبه. يعني شقي جدا زي الطفل، عارفه فيه في الفصل كده دايما، عارفه فيه طفل كده شقي، هو ده الطفل الشقي اللي معانا، بيبي وطيب جدا بس شقي جدا، بيضحكنا طول الوقت وبيجيب لي الكلام يا جماعه والله. استاذ احمد عبد الله المخرج بس كان يعني بجد بيبقى يعني بيضحك من اللي احنا بنعمله، بس يقول ارجوكم نسيطر، عايزين نشتغل، واحنا عايزين بنشتغل صح. بنبص في وش قصقص بنضحك من اللي بيعمله فينا، مبهدلنا. بس بس انا مبسوطه قوي بجد بالطاقه اللي طالعه منكم بالكلام على الفيلم، الحمد واعتقد ده لله اللي واصل الحمد لله. للمشاهد. وعلى المستوى الشخصي انا بحب تمثيلك قوي وبحب انت قوي، واديت دور مختلف ومش قادره اتخيل اي حد غيرك كان هيعمل اي دور انت عملتيه، مش بس مستر اكس يعني، اي دور انت عملتيه لا هو اكيد معمول عشانك. بس انا دوري في مستر اكس مجهود كل زمايلي، مش مجهودي لوحدي خالص، كل حد انا عملت معاه مشهد انا بشكره، لان كل الناس كانت تحب بعض، كلهم وقفوا جنبي. بشكر النجم احمد فهمي، بشكر احمد عبد الوهاب، بشكر استاذ احمد السبكي، بشكر كل زمايلي عشان ما انساش حد، زمايلي النجوم الكوميديانات البروفيشنال المحترفين، وبشكر ربنا طبعا قبل كل حق كل الناس ان انا اتحت لي الفرصه ان انا اكون في الفيلم اللي يجنن ده، احلى عمل انا اشتغلت فيه بجد رحب بجد. بجد يعني الف الف مبروك، ومبسوطه جدا ان انت كنت معايا، ومبسوطه قوي بالمداخله اللذيذه والخفيفه دي، ودايما كده ارجع اكلمك هنا في كلاكات وارجع ابارك لك على كل عمل، ودايما مكسره الدنيا. ميرسي يا لينا، وعايزه اقول للجمهور انا يعني ناس كتير قوي كنت بقول لهم ايه، شوفوا الفيلم، ومش بقول لكم كده عشان انا يعني شغاله فيه، شوفوا الفيلم هتتبسطوا قوي. قوي كانت ردود الافعال يقولوا لي والله حلوه قوي، لا اصبري عليها، لا ليكي حق صح جدا. فانا بقول للناس بجد لما تشوفوا الفيلم هتتبسطوا قوي 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 دي حقيقة. ان شاء الله. وميرسي يا لينا، ميرسي أنا اللي للاستضافه، ميرسي، وميرسي لكل القائمين على البرنامج، وان شاء الله نتقابل في فيلم جديد. إن شاء الله. ونورتيني يا رحاب، مبسوطة جدا 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 إن أنت كنت معايا هنا في كلاكات. ميرسي يا لينا، ميرسي خالص، شكرا لكم كلكم، مع السلامة. باي باي باي.